تعلمنا من التاريخ أن النصيحة كانت بجمل، ثم نزل سعرها ولم تعد جملا، فقالوا أعطونا بقرة، قالوا البقرة حلوب ولا يمكن التنازل عنها مقابل نصيحة، ثم قالوا شاة، قالوا الشاة تعطي صوفا وتعطي حليبا وتعطي أبناء، قالوا أعطونا بدل الشاة حمار، قالوا الحمار نركب عليه ونحمل عليه، ثم قالوا أعطونا دجاجة، قالوا الدجاجة تبيض، ثم قالوا أعطونا بيضة مقابل نصيحة، قالوا البيضة ممكن تصبح دجاجة، أي أنه لم يعد هناك مكان للنصيحة. الوقت تغير، الجسور التي كانت بين الأجيال انقطعت أو هدمت، أصبح هناك ثغرة كبيرة ما بين الجيل الأخير الذي خرج بعد قضية الاستعمار وتم تأسيس مستوى جدا ممتاز من اللغة العربية، من الشعر، من الأدب، من إحياء التراث العربي الإسلامي، لأن العرب كان بالنسبة لهم من الأولويات الكلمة والوعد والضيف والجار، كان بينهم أمور كثيرة جدا تعتبر أولويات، أن الرجل إذا قال كلمة هذه الكلمة لا يمكن أن تنزل الأرض، كانت بالنسبة لهم المجالس مدارس، كانوا يأخذون أبناءهم معهم حتى يفكون عنهم هذه اللعثمة ويسألونهم ويحرجونهم حتى يتكلموا، وكان عندهم أدب للمجالس، وهذا الأدب أدب المجالس مأخوذ من الإسلام، فقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم الجلوس بالطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي رواية لأبي داود قال وإرشاد السبيل، هذه كانت أدب المجالس عندهم، وكانوا إذا من يسلم على من في رد السلام، الصغير يسلم على الكبير، والمار يسلم على الجلوس، والقليل يسلم على الكثير، وإذا الرجل قام من مكانه فالرجل أولى بمكانه، أين تجد هذه الأمور؟ اليوم هناك فجوة كبيرة، لم يعد الأدب والشعر، لم تعد الأسماء، كنا مغرمين بأسماء الأدباء والشعراء، كنا نقرأ للجميع بدون تفرقة، من طه حسين إلى الجاحظ إلى العقاد إلى أسماء كثيرة إلى أحمد شوقي، إلى لم نترك أحد إلا قرأنا له، كنا نعيش العالم العربي بتاريخه، كنا نقرأ عن ثورة الجزائر، عن ثورة المغرب، كنا نقرأ عن تونس وعن حضارتها وجامعاتها، كنا نقرأ عن بلد المليون قارئ للقرآن في ليبيا، وبلد المليون شاعر، وبلد المليون الألف مأذنة في القاهرة، والتاريخ الجميل لكل الدول العربية، لسوريا الأموية والعراق العباسية، للتاريخ الذي احتضن كل هذه الثقافات وهذه الحضارات، للخليج العربي مهد الأنبياء من إسماعيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تاريخ جميل جدا كنا نتمتع في قراءته، نقرأ حتى صينية شوقي، سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق، دخلت قوى الأصيل له اتلاق ووجهك ضاحك والقسمات طلق، وبي مما رمتك الليالي جراحات لها في القلب عمق، ما زلنا نذكر هذا من أيام الثانوية، كنا نتسابق في الشعر
نحن أبناء يعرب، أعرب الناس لسانا وأنظر الناس عودا. كان هناك تواصل ما بين كل جيل يسلم الجيل الآخر، يسلمه هذه الراية وهذه الأمانة، يسلمه هذا التراث الإسلامي والتراث العربي الذي يحيونه من جيل إلى جيل يحافظون عليه. اليوم أصبح هناك فجوة كبيرة، الجسور جميعها هدمت. اليوم تشاهدون بأنفسكم يقف المذيع هكذا في الطريق في الشارع، يوقف الشاب يسأله عن أسماء لاعبين الكرة أو الممثلين أو المطربين، يذكرهم جميعا، يسأله عن شيء في التاريخ لا يذكر، لا يعرف أسماء صحابة رضوان الله عليهم، لا يعرف أسماء حتى الأنبياء، الأنبياء لا يعرفها، أركان الإسلام لا يعرف أي شيء، أصبحوا فقط ملاصقين بهذا الهاتف، بهذا التواصل الاجتماعي، بهذه الأمور التي الآن أصبحت هي الأولويات. ولكن أولويات تنعكس على من؟ يتابعون الممثل الفلاني والمطرب الفلاني ولاعب الكرة الفلاني، ويزيدون في أصدتهم مليون مشاهدة وعشرة ملايين متابع، ويتابعون لاعب الكرة الفلاني بالملايين، وهؤلاء يحصدون الأموال، والباقي فقط على ماذا يعيشون؟ اللهم أنهم فقط مغرمين بهذه الأسماء الكبرى. وأقول ماذا يتمنون؟ أن يصبحوا جميعهم لاعبين كرة ومطربين وممثلين. وأين هو التاريخ؟ وأين هي الحضارة؟ وأي شعب وأي أمة بدون تاريخ وبدون حضارة ممكن لها أن تتقدم؟ أي أجيال سوف تأتي؟ ليس لها علاقة بالتاريخ نهائيا. من أين تبتدئ النقطة التي سوف تبتدئ منها؟ أي نقطة؟ هل سوف يبتدئون من الصفر؟ هل سنصبح عبارة عن أرقام، مجرد أرقام ومجرد عبارة عن شفرات إلكترونية؟ الإنسان بدون أن يكون لديه شخصيا حب وأولويات، بأن يكون غني، غني بثقافة، غني بتراث، يعرف شيء من الأدب، شيء من الشعر، يعرف شيء من التاريخ، يعرف أولوياته في هذه الحياة، ماذا يساوي بدون ذلك؟ حتى عندما العلاقة كانت ما بين الكبير والصغير، الكبير يعطف على الصغير والصغير يحترم الكبير، الآن يتكلمون، الكبير يتكلم مع الصغير والصغير ليس يعني غير مبالي بما يقول الكبير وهو والده، وقد يكون والده فقط عبارة عن المصدر الذي يأخذ منه المال حتى يشتري هذه الكماليات التي هو داخل فيها في منافسة، وتجد أنهم يعني لا يملكون حتى الكلام، كلام اللغة العربية لا يجيدونه. اللهم أنهم يعيشون فقط يعني يعتبروا أن الشخصية الآن، الشخصية المقبولة والمحبوبة، هي الشخصية التي تعرف كيف تلبس وكيف تقيم طريقة الشعر والملابس وألوان الملابس والصور والحركات، وأين تقف وأين تتصور وأين، واسألهم إن كان لديهم يعني على الأقل هل يحفظ بيت واحد من الشعر؟ يقول لك لا أحفظ. وفي دراسة أخيرة يعني حصلت أنه ما زلنا في هذا الزمن، في هذا الزمن، وهذه الدول التي تصدر علينا جميع هذه الكماليات، أنه في أوروبا الشخص الإنسان الأوروبي يقرأ في السنة ما بين 11 إلى 13 كتاب، الأمريكي 13 إلى 15 كتاب، في العالم هكذا. وكم الإنسان العربي يقرأ في السنة، في السنة كاملة؟ قال لك يقرأ بحدود 6 صفحات. دراسة، الإنسان العربي يقرأ 6 صفحات. وأقول ماذا يقرأ؟ ربما يعني مع الأسف يمسك الصحيفة، إذا مسك الصحيفة هكذا لا يشتريها، فقط يبحث عن الأبراج ويشوف ما هو برجه اليوم وماذا يقول حظه ونصيبه، غير كذا ماذا يهمه؟ إلا إن كان يبحث عن عمل يذهب، أو يبحث عن قضية الوفيات في الصحيفة، غير ذلك ماذا يبحث؟ هل يقرأ مقال؟ هل يقرأ ماذا يحصل في هذا العالم؟
هل يعرف كيف يسير هذا العالم، والحروب الباردة والاقتصادية وهذه النزاعات التي كل يوم أصبحت، وأغلب هذه النزاعات القديمة كلها كانت تقام على أرضنا، وليس لنا علم وليس لنا علاقة لا بالتاريخ ولا كيف حتى نعتز بأنفسنا. وحتى قضية الاتصال، كلما تحاول الاتصال بهذا الجيل، تحاول أن تقيم علاقة بينك وبينه، تجد أنها مع الأسف إن كان هناك علاقة هي عبارة عن علاقة مادية، ليس علاقة فيها رحم، فيها أخوة، فيها أبوة، فيها حب للتاريخ، فيها اعتزاز بتاريخنا القديم. هذا الكلام لم يعد له مكان عند الجيل هذا. مع الأسف أصبحنا أمام أجيال أنانية مادية، كل همها كيف تشبع رغباتها، وفي الآخر عندما تجلس معه فقط تقول له تعال نجلس ونختبر، فإن إذا قدم إليك ربما يقدم لك العضلات والجسم والشكل، ويقدم لك الفنون، أو حافظ يعني بعض كلمات من اللغة هذه ومن اللغة تلك، أو يعرف أن يغني، ويقول لك أنا أتحداك في هذه، تتحداني في أشياء مثل هذه ليس لها قيمة، لا تحفظ شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا تعرف حتى أن تقرأ سورة الفاتحة قراءة سليمة، لا تعرف أن تقرأها. لو سئلت في بعض الأنبياء والصحابة عليهم صلوات الله سبحانه وتعالى ورضوانه على صحابته الكرام، لن يعرف أي اسم من هذه الأسماء. اللهم ممكن يتحداك في الشكل، في العضلات، في المنظر، في أشياء، في بعض أشياء ليس لها معنى. وأقول يعني إذا قارنت أي شخص من هؤلاء الذين يحاولون أن يجعلوا على أنفسهم هالة بأنهم شخصيات مهمة، لو جلس مع إنسان غربي من هؤلاء الذين ينظرون إليهم نظرة أخرى، لا يعرف كم كتاب قرأ هذا الإنسان. وربما يعني أتذكر أني التقيت بشخص كان لديه بعض المواقف من بعض العرب، فقلت له هناك فرق ما بين العربي والمسلم الذي يعرف، قال لي لا تكلمني عن الإسلام فأنا أعرف الإسلام وربما أكثر منك. وهذا مجرد إنسان عادي، ليس إنسان مدرس في الجامعة، بل مجرد إنسان عادي لديه شركة بسيطة ويعرف الكثير من الإسلام. ولقد ذكرت هذا في أكثر من موقف، يتكلم عن الغرب أن الغرب يجهل ديننا. أقول لهم مع الأسف أنتم لا تعرفون الغرب حقيقة. بأغلب الناس الذين قابلتهم ودار بيننا نقاشات، وجدت أن الغالبية لديهم نسخة من القرآن الكريم باللغة الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، كل لديه نسخته، وربما قرأوا القرآن أكثر من إنسان عربي ولد في بلاد إسلامية. لذلك القضية ما هي الشخصية التي تقلدها؟ تقلد بعض الرموز هكذا، ولكنك لا تعرف حقيقة الغرب هذا الذي تتكلم عنه، لأنك ممكن تتقابل مع أي شخص في الطريق وتكتشف أن هذا الرجل البسيط الذي يركب معك في المترو يحمل شهادة الدكتوراه، إنسان عادي ليس لدينا يعني لديهم نفس الهموم والمشاكل بتاعنا، لأن الذي يحمل رسالة الدكتوراه في بلادنا هو الوحيد الذي يدخل على بيت والده وبيت أعمامه، يدخل على السجاد بالحذاء، والباقي يخلعون الأحذية برا لأن هذا يحمل شهادة الدكتوراه. وأتذكر أنني كنت أجلس في القطار في المترو، وكان لدي كتاب أقرأ فيه، كتاب باللغة العربية، فالرجل كان ينظر إلى الكتاب فأمازحه رجل إسباني، أقول له أتريد أن تقرأ في هذا الكتاب؟ قال ليتني أستطيع قراءة اللغة العربية. ثم اكتشفت أن الرجل يجيد 6 لغات ويحمل شنطة قديمة هكذا وجالس في المترو. ذهب إلى أين؟ أصبحنا أصدقاء بسرعة، يعني حب الرجل للغة العربية، ودخلنا بسرعة. الرجل ذهب إلى الجامعة، واكتشفت أن هذا الرجل عبارة عن دكتور في الجامعة يدرس الفلسفة، وله 16 مؤلف تدرس في جميع الجامعات الإسبانية، وجالس في المترو بشنطة قديمة ولا ترى عليه أي علامات أن هذا
مؤلف ل16 كتاب في الفلسفة تدرس في الجامعات الإسبانية. فلذلك إذا كنا نريد أن نقلد الغرب، على الأقل نقلد هؤلاء الناس المثقفين الذين يحبون الكتاب، يحبون التعليم، يبحثون عن الشهادة، يبحثون عن القيمة. وأن العضلات الحقيقية ليس في الجسد، العضلات الحقيقية هي هنا، أن تعرف كيف تعيش، ولكن تعيش باحترام، أن لا تدخل في نقاشات عبثية، لأنك سوف يعني تفضح بسرعة، سوف يفضح أمرك، وممكن البعض يقول لك يعني لو بقيت على جهلك أفضل من أن تتكلم. لا تقدم نفسك بطريقة خاطئة فقط لكي تثبت حضورك، أو تريد أن تدخل في نقاشات أنت لست أهلا لها. هذا مع الأسف هو الزمن الذي نعيش، ونحاول بكل الطرق أن نمد الجسور من جديد، لعلنا نوصل الأمانة، نوصل الرسالة، نوصل الراية، أننا لدينا تاريخ جميل جدا، الغرب ودول كثيرة جدا قرأت فيه وترجمت تاريخنا بالكامل، ونحن نجهل ديننا ونجهل تراثنا العربي والإسلامي مع الأسف. السلام عليكم.